أهلا بكم مشاهدونا وإلى الحدث الاقتصادي. بحث السودان وأمريكا المتطلبات الاقتصادية لدخول البنوك الأمريكية الغربية للسودان ومساهمة واشنطن في توفير هذه المتطلبات. وقال وزير المالية جبريل إبراهيم إنه بحث مع المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث المتطلبات الاقتصادية لدخول البنوك الأمريكية والغربية إلى السودان وإمكانية إسهام واشنطن في مساعدة الخرطوم في توفير هذه المتطلبات. وأوضح وزير المالية في تصريحات صحفية أن اللقاء تطرق إلى مؤتمر باريس الذي سيعقد في مايو المقبل والدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية مع الشركاء حتى يخرج هذا المؤتمر بالشكل المطلوب ويحقق نتائجه المرجوة. حددت وزارة الري والموارد المائية المساحة المستهدفة للزراعة في الموسم الصيفي المقبل بمشروع الرهد الزراعي ب 120 ألف فدان و 60 ألف فدان للموسم الشتوي المقبل. وكان وكيل وزارة الري والموارد المائية مهندس ضوء البيت عبد الرحمن منصور في ورشة تقييم أداء قطاع الري بدار المهندس بود مدني اليوم إن تحديد المساحة جاء وفقا لعدد الطرمبات الجاهزة حاليا بمحطة مينا التي تبلغ 5 وحدات. إلى ذلك قسم وكيل الري مسألة تعيين العمالة المؤقتة لمراقبة القنوات والمنظمات أثناء الموسم الزراعي، معلنا استعداد الوزارة لتحسين أجورهم بما يتناسب مع مهامهم مع توفير معينات العمل اللازمة. كشف بنك السودان المركزي عن فتح 175 بلاغا ضد مخربي الاقتصاد الوطني معلنا حظر 442 شركة واسم عمل من التعامل بالصادر. وردا على سؤال الحراك عن الإجراءات التي يتبعها البنك ضد المتهربين من دفع حصائل الصادر، قال المركزي إنه يحظر المتعثرين في تسديد حصائل الصادر ويمد الجهات ذات الصلة بقوائم الحظر، ثم تقوم النيابة العامة بفتح بلاغات ضد تلك الشركات. وأضاف في رسالة بعث بها إلى الحراك أنه ستتخذ إجراءات جنائية ضد أي شخص يصدر بضائع غير بترولية ويتهرب من استرداد حصائل الصادر المحددة بنسبة معينة وفقا لمنشورات بنك السودان. التقى وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد بمكتبه رئيس البعثة الأمريكية للسلام في السودان دونالد بوث الذي يزورها هذه الأيام على رأس وفد رفيع المستوى. رافقه مبعوث الاتحاد الأوروبي بالسودان روبرت فاندول بحضور وكيلي الكهرباء والنفط بالوزارة. وتناول اللقاء عددا من القضايا المهمة في السودان على رأسها توقيت المرحلة الثنائية من تعبئة سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على منسوب مياه النيل على محطات التوليد الكهربائي. عاود تسعر صرف العملات الأجنبية الصعود مجددا خلال تعاملات السوق الموازية وسط الخرطوم اليوم الخميس، خاصة أسعار الدولار الأمريكي. في غضون ذلك تغيرت أسعار العملات لدى البنك المركزي والبنوك المحلية، خاصة سعر الدولار الأمريكي، وبلغ سعر الدولار التأشيري 380 جنيها و870 قرشا، فيما صعد متوسط سعر الدولار في السوق السوداء إلى 383 جنيها و20 قرشا. نفذت هيئة الموانئ البحرية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي برفعه من 20 إلى 28 جنيها في زيادة هي الثانية خلال أقل من شهر. وكانت وزارة المالية قد أقرت رفع الدولار الجمركي من 15 إلى 20 جنيها مؤخرا. أصدرت اللجنة التسييرية للعاملين بالهيئة العامة للطرق والجسور بيانا أعلنت فيه رفضها القاطع لإعادة تعيين المهندس جعفر حسن آدم مديرا عاما للهيئة العامة للطرق والجسور باعتباره إحدى أذرع النظام السابق، حيث تم تعيينه من قبل الرئيس المخلوع في منصب الوكيل العام ولمناصبته العداء للثورة وأهدافها. وطلب البيان بتنفيذ متطلبات الثورة بإزالة كل ما يمت للنظام السابق بصلة ومحاربة أذيالهم إيمانا بحتمية التغيير وتنفيذا لشعارات الثورة حرية سلام وعدالة.
اطمأنت اللجنة العليا لحصر وشراء محصول القمح بواسطة البنك الزراعي في اجتماعها بدنقلة برئاسة مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية دكتور عبد الرحيم محمد سيد أحمد، اطمأنت على سير عمليات حصاد محصول القمح بالولاية الشمالية، كما اطمأنت اللجنة على سير عمليات حصر وتسلم المحصول بواسطة البنك الزراعي وترحيله من مناطق الإنتاج إلى مطاحن الفردوس للغلال بدنقلة كمخزون استراتيجي التي بلغت حتى الآن 35,000 جوال. إلى ذلك وقف الاجتماع على المشاكل التي تواجه ترحيل المنتج إلى المطاحن، وعلى رأسها مشكلة نقص الأوعية الناقلة لمحصول القمح. دشنت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بشرق دارفور مشروع زيرو ديزل لإحلال الطاقة الشمسية لأبار المياه بالولاية برعاية مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية شرق دارفور جودة الساير مزبل دكام وإشراف والي شرق دارفور دكتور محمد عيسى عليو. وأكد ممثل والي شرق دارفور إسماعيل آدم عبد الله لدى مخاطبته حفل التدشين عزم حكومة شرق دارفور المضي قدما نحو إيجاد الحلول للكهرباء من خلال الطاقة البديلة المتمثلة في الطاقة الشمسية، واصفا المشروع بالخطوة الإيجابية والبديلة، وقال إنه سيحقق غاية عظيمة، مشيرا إلى أن الولاية ستشهد تحسنا في جانب توفير المياه وتقليل تكلفة الصيانة والتشغيل وتقليل تعرفة المياه. اجتمع وفد من قطاع الأعمال بحزب المؤتمر السوداني مع وزير الاستثمار والتعاون الدولي دكتور الهادي محمد إبراهيم بمكتبه بوزارة الاستثمار أمس من أجل مد جسور التواصل بين حزب المؤتمر السوداني ووزارة الاستثمار وتبادل الخطط والآراء. وتم تسليم السيد الوزير مذكرة قطاع الأعمال بالحزب التي شملت ملاحظات وتوصيات حول مواد مشروع قانون تشجيع الاستثمار لعام 2021 ولأهمية مشروع قانون تشجيع الاستثمار. عقد قطاع الأعمال الحزب ورشتي عمل ناقش خلالهما أعضاء القطاع مشروع القانون وخرجت بالتوصيات والملاحظات التي تم تقديمها للسيد الوزير. أعلنت الحكومة الانتقالية أمس الأربعاء إجازة قانون جديد للاستثمار، وقال رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك إن القانون الجديد يوفر بيئة جيدة لجذب المستثمرين الأجانب. وأوضح حمدوك الذي كان يتحدث في منتدى تم عن طريق تقنية ويبنار نظمته أمس عدة شركات سودانية وأمريكية، أوضح أن حكومته وضعت استراتيجية اقتصادية تقوم على اعتبار القطاع الزراعي عمودا فقريا للنهضة الاقتصادي السوداني. قال حمدوك إن حكومته تسعى للتخلص من الإرث الاستعماري القائم على تصدير المنتجات السودانية في شكل خام، وأن السياسات الجديدة تقوم على خلق قيمة مضافة للمحاصيل السودانية ومنع تصديرها في شكل خام. ولمزيد من التوضيح حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة منى حسن الخبيرة في قضايا الاستثمار. مرحبا بك يا دكتور. مرحبا بكم ومرحبا بسودانية 24. مرحبا بك. كيف يمكن لحكومة الفترة الانتقالية أن تنجح في خلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي والوطني في ظل الانفتاح السوداني على الخارج والرغبة الملحة في الاستفادة من الموارد السودانية؟ طبعا البيئة بعد التغيرات اللي حصلت والتحول الديمقراطي الكبير في السياسات وفي الحكومة ونظام الحكومة، ده دافع كبير وخلى السودان ينفتح على العالم الخارجي، وسلاسة الإجراءات وانفتاح الحكومة واهتمامه بقضايا الاقتصاد. البيئة مؤاتية تماما للمناخ جيد للاستثمار، من رفع غائمة السودان من غائمة الدول الراعية للإرهاب والرفع الحظر الاقتصادي عن السودان، ده خلى السودان يفتح على العالم الخارجي. حيخلي الإجراءات والتسهيلات الاستثمارات في السودان مفتحة على العالم الخارجي. السياسات الأخيرة اللي اتخذتها الحكومة لإصلاح الاقتصاد في السودان برضو تصب في تشجيع الاستثمار، سواء كان محليا بالرأس المال الوطني أو الاستثمار الأجنبي اللي هو تحرير سعر الصرف. دي من أهم السياسات اللي اتخذتها الحكومة الانتقالية. اتفاقية السلام اللي هي معظم مناطق الحرب مناطق انتاج،
إذا السلام اكتمل فدي بتدي دافع كبير جدا ومناخ ملائم لمناطق كبيرة جدا، مناطق إنتاج فيها موارد طبيعية الحكومة تستفيد منها وتوظفها وتفتحها للاستثمار المحلي والعالمي. فدي كلها خطوات بالصب في ترجع الاستثمار سواء كان أجنبي أو وطني. أستاذة منى، الاستثمار الأجنبي نعم، هناك معضلات تعيق الاستثمار، منها ما يتعلق بالسياسات ومنها ما يتعلق بتعقيدات الإجراءات التي وضعت للسودان في مؤخرة البلدان من حيث سهولة الاستثمارات. هل سيعالج قانون الاستثمار الجديد هذه المشكلات؟ الإجراءات هي أي مستثمر بيكون عاوز يستثمر عايز إجراءات سلسة. يعني مثال رواندا نجحت في جذب الاستثمار سواء كان إعلاميا أو غيره، فإنت لو عايز تستثمر في رواندا بتعمل أبليكيشن للاستثمار أونلاين بتكنولوجي، يعني تستخدم تكنولوجي في أقل من ساعة أنت بتكون سجلت إذا كان مشروع استثماري أو شركة وبثمن قليل جدا، فده تحفيز للاستثمار في حد ذاته. فالحكومة الانتقالية إذا توجهت واخذت خطوات في المجال ده إنه تسهل الإجراءات للمستثمر الأجنبي ويلقى المعلومة اللي هو عاوزها بسهولة وبسلاسة، فدي في حد ذاتها بتشجع الاستثمار. يعني ضرب مثل بسيط، الحكومة حتطلع الدليل الاستثمار. الدليل ده المفروض يكون في السياسات بتاعت الاستثمار كلها في مجالات مختلفة اللي هي فيها تخطيط كامل لمناطق الاستثمار وأنواعه في السودان، يعني مابينج للاستثمار في السودان. الدليل ده بيكون مفروض أنا أعرف لما داير أكون جاي استثمر من برا أمشي السفارة تحت السودان في الدولة المعنية القدر الاستثمار أعرف فيه كل الاستثمارات والمشاريع المطروحة للاستثمار في السودان ومناطقها والموارد المتوفرة ليها. الإجراءات اللي أنا بتخذها عشان أسجل المشروع أو الشركة اللي أنا هشتغل بها في السودان، فإذا تمت الإجراءات بالسلاسة دي بالسهولة دي وحصل ربط ما بين الخارج والداخل بإجراءات، نحن ما فتحنا على العالم بالمعضلات الكبيرة اللي هي السانكشن البيس أجريمنت، كل الحاجات دي بقت إنجليز، دي الحاجات الكبيرة اللي نحن كان موقفانا. بعد كده الحكومة بتعمل مناخ موائم للاستثمار ومشجع للاستثمار بالإجراءات الداخلية اللي هي الإجراءات، أنا أسجل كيف أمشي لمنو أعمل النافذة مثلا الموحدة للمستثمر مهمة شديد. نعم. يعني أنا جي مستثمر من الخارج أمشي المسجل التجاري وش وزارة الخارجية، أمشي إذا داير استثمر في مجال الصحة أمشي وزارة الصحة أجي وزارة الاستثمار. فإذا في نافذة موحدة تضم لي كل الإجراءات دي في وزارة الاستثمار مثلا، فدي بتسهل للمستثمر كسب للزمن، ما بتخلي فيه معوقات، ما بتخلي فيه يعني تعقيدات في الإجراءات، ودي بتشجع المستثمر أو بيكون في وضوح. يعني لكن أستاذة منى يكون عارف انه هيعمل على ذكر هذه المشكلات، معضلة الأرض تظل من أكبر الهواجس التي تعيق الاستثمار، برأيك ما هي المعالجات؟ معليش، المشكلة هي مشكلة الأراضي، يعني تظل هي من أكبر الهواجس التي تعيق الاستثمار، ونريد أن نتعرف على المعالجات حسب رأيك. طبعا المشاكل في السودان بتاعت الاراضي كثيره شديد، وهي من يعني من قديم الزمان من قبل الاف السنين هي في مشاكل، سواء كان حتى خلقت مشاكل قبليه. نعم. في 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 الحدود مثلا، انت ارضك انا ارضي، اول مزارعين دخلوا في ارض الرعاه، الاراضي مثلا المطروحه للرعيه الاراضي الزراعيه، ففيها مشاكل كثيره جدا، وبعض الأراضي العمل السكنية هي كان مشاريع زراعية، ففي مشاكل كثيرة جدا في الأراضي. فمن كان مطروح في البرنامج الانتقالي إنه يكون في مفوضية للأراضي حتى إنه تكون مركزة على حل كل المشاكل اللي هي متعلقة بالأراضي سواء كان استثمارية أو زراعية سكنية أو غيره. فأنا كمستثمر
كويس، لما أجي استثمر لازم أكون عندي ملكية الأرض أو عقد للاستثمار حسب قانون الاستثمار خالي من الموانع. يعني ما يجي مستثمر في منطقة بشوية القرية يقولوا دي الأرض بتاع جدنا، دي الأرض بتاع فلان، احنا عندنا في السودان كده، يعني بيجي ليك من ورا خالص ويعمل مشاكل للمستثمر. يعني في مشاريع كبيرة جدا واقفة، لو لاحظت ليها المشاريع اللي اتباعت للديار القطرية وعلينا ضفاف النيل، فدي كلها مشاكل بتاع الأراضي. وشفنا نحن في لجنة إزالة التمكين برضو كان في أغلب المشاكل اللي فيها فساد كانت في الأراضي. فإذا ما الحكومة اتخذت قرار واضح للأراضي والفصل في قضايا الأراضي، نعم، وتوضيح الأراضي المطروحة للزراعة للاستثمار، دي من أهم الخطوات اللي هي تبدأها الحكومة عشان المستثمر الدائم يستثمر في الزراعة. وزي ما أنت سمعت عنه في الأخبار إنه الزراعة زي ما ذكر السيد رئيس الوزراء هتكون زي العمود الفقري للاقتصاد السوداني. نعم. وده صحيح أستاذة منى. أيوة. من المنتظر يعني أن ينعقد ملتقى الاستثمار الثاني في غضون اليومين القادمين، ما الذي يمكن أن يقدمه لمصلحة النهوض بالاستثمار في السودان؟ الملتقى هو عنده أهداف، من أهدافه أنه تقوية العلاقة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وطرح مشاريع الوزارات في القطاع الاقتصادي. نعم. للمستثمرين. الملتقى فيه سفارات قطاعات الاقتصاد في السفارات المنطقات الاقتصادية حضور في الملتقى. نعم. حنناقش التحديات من وجهة نظر أصحاب المصلحة اللي هم المستثمرين والنساء ورجال الأعمال. الحضور مستهدفين رجال والنساء الأعمال، هم شغالين في المجالات المختلفة القطاعات. نعم. المختلفة، سواء كان زراعة، تعدين، طاقة، في الطاقة ذات البترول، طاقة بديلة، اللي هو المجال الصناعي اللي هو الفود بروسيسنج. فالشركات الموجودة هي كلها شركات كبيرة وشركات عندها مقدرة للاستثمار. فنحن جلبناهم للمؤتمر ده حتى انهم يسمعوا من القطاع الاقتصادي في الحكومه انه شنو هم طارحينه وشنو المعوقات. نعم. نفس الشيء الحكومه حتسمع منهم من وجهه نظرهم، وده بيأثر لتأسيس الديمقراطيه في مشاركه الراي. فانا طيب. كمستثمر بكون شايفه معضله. نعم. الحكومه هي ما شايفاها. نعم. بالنسبه لي. طيب أستاذة، يعني القطاع الخاص الوطني كان ولا يزال يشكو من عدم توفر التسهيلات الكافية التي تحدثت عنها الآن لإنجاح المشاريع الاستثمارية، وهذه مشكلة كبيرة تحتاج إلى وقوف. يعني أكيد 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 في معضلات كثيرة، ونحن طالعين من الفترة الانتقالية دائما فيها مشاكل كثيرة جدا. نعم. وشوفنا في دول كثيرة يعني بعد تغيير الحكومة من حكومة ديكتاتورية لديمقراطية في الفترة الانتقالية بتكون في مشاكل كثيرة جدا. من ضمنها الاقتصاد، يعني الاقتصاد ما بكون ينهض ما بين يوم وليلة، في مشاكل كبيرة بتاخذ فترة من الزمن. فهي في يعني حتى ذات فرص الاستثمار. نعم. الحكومة تكون عندها استراتيجية بحيث إنه تطرح استثمار يعالج مشاكل الاستثمار الأخرى. يعني زي التروس تمشي في بعض. يعني نحن عندنا مشكلة الطاقة في السودان، هي مشكلة كبيرة جدا للإنتاج. نعم. سواء كان في التصنيع، نحن محتاجين لطاقة، المكنات دي بتدور بوقود بطاقة كهربائية وتأفر. الزراعة محتاجة لوقود وكذا. فالطاقة من إحدى المعضلات المشاكل اللي تواجه الإنتاج السوداني اللي بتعيق الاستثمار. شكرا جزيلا أستاذة منى حسن الخبيرة. أيوة. في مجال قضايا الاستثمار، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم كثيرا. الله يخليك. مشاهدون، انتهت هذه الحلقة من أحداث السودان، شكرا جزيلا لمتابعتكم وإلى اللقاء.